السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الحاج سامي أحمد حسن ديب خطاب ابن الشيخ حمد. سامي أحمد حسن ديب خطاب. نعم. أمي سعدة. نعم. والمكنى سامي الشيخ حمد. الله سامي يحييك. ابن الشيخ حمد. الله يحييك يا حاج. حاج، احنا هذا الجزء هو الجزء السابع من هذه المقابلة. بدنا نحكي حاج عن مرحلة ما قبل احتلال القرية. هل يعني لما صارت تصير في مناوشات بينك وبين اليهود؟ أول معركة قلنا لك حرقنا مطور المي. نعم. وإجوا عاد بن صفد قيادة هذا شو اسمه أبو بسام المقدورة وقتلوا اليهود اللي عم بزرعوا حرش بعين زتيب. نعم. ومرقوا من البلد قومناهم، وبعد ما قومناهم حياة أبو جميل الله يرحمه سواله تلفون صبحي بيك الخضرة. صبحي بيك الخضرة يعني صبحي بيك من رجال الـ14. شو رجال الـ14 يعني؟ ثورة الـ14 بمكة. نعم. يعني هو اللي سوى العيلة المالكية هاي الهاشمية. نعم. سرقتها من؟ نعم. العيلة الهاشمية سرقت الثورة من هذول من صبح الخضرة. نعم. ومن عوني عبد الهادي ومن روحي عبد الهادي وضباط اثنين من بيت طقان، وهذا صبح الخضرة، هذول كلهم المقدمين كانوا بين الجيش التركي بالمكة، وهن اللي سووا واخذوا سلاح الجيش التركي وطلعوا بها الثورة. سوى تلفون لحياة أبو جميل، كان أصحابه وأخوي أبو جميل، أحكي ولا وقف؟ تفضل يا حاج. لا أحكي. قال له تعال وجيب السيارة تبعك معك على الشام. هذا بأي سنة يا حاجي؟ ب25 تشرين الثاني 47. زي هالأيام يعني. أي نعم. عاد هاي الهجوم على اليهود، وهذا كان أبو جميل هون مع صبح الخضرة في الشام. مين أبو جميل يا حجي؟ أخوي محمود. محمود. نعم. أبو جميل الشيخ عمر. نعم. محمود حمد. إجا لعند صبح الخضرة قال له عم ما سوينا جيش الإنقاذ وتيجي يعني يحرس البلاد. وراحوا اشتروا سلاح لجيش الإنقاذ من حلب هو وصبح الخضرة. إجا على الشام، ومن الشام صبح الخضرة كان هون. إجا عاد حياة أبو جميل ليلة الجمعة كان عندنا، وصل اليوم الجمعة بعد العشاء. شو قلت له آي بالعيادة؟ قلت له يخرب بيتك آي هلا هادون كان على مهلة، هذا مطول المي والأعرج على مهلة. قلنا له والله هيك صار. ثاني يوم صباح الجمعة 4 هدن أرض عم بفلحوا بأرضنا تحت صفد. نعم. مطرح ما صارت معركة المرج اللي قلت لك عليها. اليهود من فوق أوس البقرات. أربص 4 هدن بقر. والحرتين زدت حالهم بالوادي وانهزموا. اجوا على البلد.
في البقر، البقر مو كله مات، مات اثنين والباقي بموت بجري. نعم. نجرب انه بنهار بدنا نقرب نجيب البقر يصير اوسع علينا ولا فوقينا. اليهود. اليهود من مقبرة اليهود. المغرب لما خدت الدنيا نزلنا عاد جبنا البقر. جبنا البقر وصلنا على البلد الساعة ثمانية وعشر دقايق بالتفصيل. فتنا على المضافة قال لي فوت اعمل قهوة. مين ابو جميل؟ الله يرحمه. الله يرحمه. قلت له هلا ما بدي قهوة والأوضة هاي تبعنا هلا بورجيك اياها. مكشوفة واليهود عم بيجوا عم بالليل عم بيوصلوا لهناك قبل البلد. قال لي كيف؟ قلت له عم بيشربوا سكرات وشي عم بيشربوا. عم بنراقبها مضبوط. والناس كلها جاي شيخ البلد اجا. كان يجيب سلاح يقول اجوا. والله يا خيو انا حملت البرودة وطلعت على السطح. وفي إلي أخويا اللي قلت لك هذا كان بالبوليس كان مأزون جاي كمان أخذ البرودة الكندية. ما حسين لك إلا أنا واقف أنا وأخوي فوق على السطح. حياة أبو جميل قاعد يغلي أهله والمضاق ملانا ناس؟ إيه نعم. والله في بيطلع 20 واحد. ما حسينا لك اياه لهن من تحت البلد هي بلونا تعال افرجك اياها. ولا تعجب لك صورة هياك شوف هناك. راح تشرح لي عنها بعد شوي يا حجي. نعم. اخوي صبحي بوليس بعرف شو وحي الله. قف! هذا اخوي صبحي قال له قف! اجوا قالوا له اشتر! كفت فيهم وانا كفت فيهم. عاد هن ضربوا قنبلة سربنت هاي البارودة اللي بتطلع هيك. فاتت من الشباك على الاوضة وانفجرت. اتجرحت الناس بس حياة ابو جميل الله يرحمه بهز ترك القهوة وكان مكبوب على ايده البيضة ومعهم فرد منشر. قاموا هم انتفضوا. قام مدال ما بده ياخذ لمعة الباب. الباب انطبق ظرفة باب. اخذ ظرفة الباب بالرشاش اجى طرق على الباب اجى خلاص من هون سكر براسه. استشهد حجي؟ على الفور ولا؟ لا ما استشهد. نعم. أنا جيت بالحكي. والله قامت الأيام انسحبوا اليهود. لقينا الدم كانين رابطين حالهم بمرض إخوات شموطة. ولقينا وراهم والله سلاح. لقينا بوريد وفرودة. الصبح تاني من الصبح. أما أبو جميل ركبناه بالسيارة وأخذناه على العرش فض. تمو غايب عن الوجود. الأذان الصبح أذان من الصبح نطاق عمره. الله يرحمه يا حجي. راعت المسألة بيطلع أربعة أيام قال بده يمرقوا من اليهود عنوا من بلدنا عينك بنت عينك. مين اللي اشترى على المسألة؟ في عش هندي الإنجليز من بلدنا اسمه سعيد إبراهيم. شو اسمه؟ سعيد إبراهيم. شو شغلته عمي مع الإنجليز؟ كان معشي. شو يعني معشي؟ عشي يطبخ لل... نعم. بالمعسكر بدارة البوليس. نعم.
فتح تلفون قال لي لك يا سامي، قال لي بدهم يفوتوا اليهود جايين بقوة. كان عندك تلفون حجي؟ ايه نعم. 36 صفط تلفونك. 36؟ 36 صفط. نعم. تابع لمركز صفط. تلفوننا كان 36 صفط. نعم. قال لي ديروا بالكم ها. قال لي هلا. قال لي واحد من 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 الكلاب السعراني حكى لي. يعني انجليزي. والله انها من اهل البلد هيك كلمه صفام، وصاروا ست تجار تحت الشارع. وشويه ولا اجوا ولعت بناتنا ورجعناها. اليهود؟ ايه رجعناهم والله. نعم. والله دوروا ورجعوا. هذا الحكي بسنه 47 عنه كله؟ 47. عظيم. هذا بعد ما استشهد اخوي بثلاث ايام باربع ايام. عليه رحمه الله. عليه رحمه الله. المسا ولا يا بقدلي هلهلت. بس احنا صاحيين صرنا عاملين بلوكسات و... طب حجي بس نوقف شوي عند هالنقطه هاي. ايه. قبل هيك حجي من وين جبتوا اسلحه انتم؟ من كيسنا والله. اشتريتوا مشترى؟ والله من كيسنا. الله وكيل. مين وين اشتريتوا يا حجي؟ من سوريا والله. وقتها قبل مرة كان جاء أخوي الله يرحمه جاي جاب لنا ثلاث بواريد. نعم. إلي ولا أخوتي. نعم. وهذا الرشاش هذا اللي كان مع فؤاد. طب باقي أبناء القرية كمان برضو اشتروا أسلحة؟ برضو إلا أبداً. كل واحد على حسابه حجي؟ كل على حسابه والله. والله يا عمي يبيعوا طحينات بيوته. نعم. كم بندقية عمي تقريبا اشتروا؟ احنا صاروا عندنا المجموع صار 60. 60 بندقية. تتذكر شو انواع هذه البنادق؟ العاملات المظبوطين اللي عليهم الاعتماد كانوا 40 بارودة انجليزيات. انجليزيات. انجليزيات والمانيات وفرنسويات. طيب الانجليز ما اعطوكوا بواريد؟ بالليل يا حبيبي يا ابو قدلي هلهلت، كبسونا مرطين. ونرجع ونقتل مننا. بس كيف نعرف انه نقتل منهم؟ يشحطوه يبين بنهار الصبح مشحوط ومدير البوليس يجوا لنا 7 8 6 5 10. وعدنا علقنا مع اليهود هيك من سنة من شهر 7 من شهر 12 47 لواحد أيار 48. لواحد أيار يا أبو قدلي هلهلت. شو الله. يعني يا أبو قدلي هلهلت؟ يعني معروف. يوم بعد يوم بعد يومين وهالشغلة. وانا جربوا بدهم يجوا للعنزتين. بعدين اشتلقنا عليهم المغرب. قبل المغرب اجوا قوصوا طلق من حارة اليهود قبالنا، طلق احمر على بلدنا من فوق بلدنا قطاط، وضربوا طلق احمر ازرق من طريق اجر من تحت بلدنا اسمه الخرار، بيجوا على على المستعمرة. اجا هذا فؤاد نقى 16 مسلح من 20 مسلح بروح طرق طريق الخرار. نزلوا رابط طريق الخرار. هذا آخر هذا يعني بدك تعدل المسألة ب 20 نيسان. وقاموا يا سيدي وهن رابطين ولا شوية جاي هالبغال. وعلقوا بناتهم. احنا متمركزين مضبوط ومعهم خليل قاسم. هذا خليل قاسم من الفرسان المعروفين. وعلقوا يا اخوي انقتل بطلع 12 بغل وانفجرت عليهم على الحمال السلاح الالغام وانسحبوا اليهود.
تركونا 20 يوم ما حدا ما جابوا سيرتنا اليهود، ولا هجموا علينا ولا أوسوا علينا ولا شيء. واحد أيار الساعة 8:10 يجونا من فوق هالمرة، يجوا منين؟ من الجبل هذاك. طيب يا حجي، بس بدنا قبل ما نصل لواحد أيار في عنا أسئلة قبل واحد أيار. أنتوا اشتريتوا أسلحتكم من حر مالكم؟ أبدا. البريطانيين ما زودوكوا ولا بقطعة سلاح؟ زودونا مرتين بدري 3 مرات. مرة أعطونا 3 بوريد ومرة أعطونا 4 بوريد ومرة بروتين. في المقابل أعطوا الإنجليز، عمي أعطوا الإنجليز مقابلكم اليهود؟ نعم أسف، الإنجليز أعطوا اليهود؟ أي إذا بينطونا بارودة بينطوهن مدفعين هاوي. نعم. طيب حجي ما قال لهم واحد شيخ العرب الهيبة ده ما طلع. قالوا له ليش ما طلعت؟ اجى مدير البوليس اللي لما انسحبوا من صفات انسحبوا ورجعوني بعت وراه. قال له ليش انت شو؟ قال له انا ببلدي. قال له انت ما اليهود بيقربوا عليك ولا بتقرب؟ قال له انا ما بقرب عليهم ولا بقرب عليك. قالوا له بدنا نعطيك سلاح. هذول العرب عندهم 4 بوريد مرخصات. هذول العرب كانوا يرخصوا لهم. نعم. اجى قال له بدنا نعطيكم هاي 5 بوريد. بس ديروا بالكم ها. قال له انتوا تعطونا 5 بوريد. ايمن امبارح قال لي ابن مرخاي فريدمان اعطتون 4 مدافع هاون واعطتون 10 رشاشات واعطتون 40 بارودة، جايب لي 5 بوريد. شو بدنا نسوي؟ شو بنسوي بالـ5 بوريد؟ ما بدي بوريد ولا بدي ياكل ولا سلاح. يا عمي كانوا ينطوا للبلد يجوا يقولوا لنا احنا اعطيناكم نحن ديروا بالكم منا، وهن يبقوا مطين بلاوي الله. طيب بقول لك لما صار جيش الانقاذ صار يبعث لنا ذخيره. طيب حجي قبل ذلك ايضا الله يرحمه شي شكلي الله يرحمه شوف عندكم بوريد شو هيك يبعت للرشاشات يبعت ودخل الرشاش وجيبوه يصلحوه جيش السوري ينطونا اياه. نعم. طب حجي بتتذكر كان حدا يدربكم على السلاح؟ والله احنا دربونا سوال 36 وال 35. نعم. احنا ندرب مثل مين يا حجي يعني كان؟ من هالصور اللي قالونا اللي عدت لك اياها. طيب كان في مسؤول حجي في القرية يعني اخوك محمود مثلا هو المسؤول الاول عن تنظيم الدفاع عن القرية ولا كان في شخص كان اخر؟ كان هو وبعدين صار فؤاد. فؤاد ابنه ولا؟ ابن اخوه. ابن اخوه، ابن مين من ال؟ ابن اخوه الكبير اسعد. ابن اسعد، نعم. طيب حجي كان في خطة للدفاع عن القرية ولا كانت الأمور حسب ال؟ على البركة. على البركة. أما ينظموا يعني. نعم. لما صار نتل أبو جميل يعني صار يجوا رقبة من سوريا ويجي ضابط سوري كان الله يرحمه رحمة الله عليه اسمه حسان كمال ماز. طيب حجي حسان كمال ماز يعني استقر عندكم في القرية؟ مو عندنا. بصفت. بصفت. بصفت بعدين يا سيدنا اجى الملك عبد الله وامر من القائد الاعلى احسان كمال ماز يسلم للنقيب ساري فنيش. نعم. يسلم منطقة صفات لساري فنيش وامين جمعان ادلونه من قضاء اربد من حصن السريع. هذا بقولوا هذا اللي سلم صفات. هذول صاروا ياخذوا اوامر من مين؟ كلوب باشا.
من عبد الله وعبد الله الكلوب. نعم. طيب حجي، اجوك ثوار انتوا الى القريه؟ اجوا. من وين؟ اجا وين الجمله اكرم الحوراني. نعم. جيش القاضي جابوا حطوا. نعم. 40 مسلح. مين كان قائدهم حجي عندكم؟ كان واحد حموي اللي معنا. تتذكر اسمه؟ قيادته والله نسي، بس من حموي، من قائد حموي. وكان صحفي معهم، يقولوا هذا اكرم الحوراني. عزمناهم مرتين ثلاثه لاكرم الحوراني. هذا الضباط هذول تغدوا عنا. نعمل لنا واعمل لنا قهوه، اخذ لنا قهوه مغليه. طيب هذول الجيش الانقاذ وين كان؟ نعم بالبلد، ودنا لهم دار. نعم. بعدين اجى الشي شكلي، قائد كان الشي شكلي. نعم. الجيش الانقاذ اجى قال لي يا عمي الكلام بصيركم، بلدكم ساقطه عسكريه. وانا جيش، انا الجيش في اوامر اجت من القياده العليا اسحبه من عين الزيتون. انا ما بغلط، بدي اسحبه. طيب حجي، كنتوا تأمنهم ايضا الاكل والشرب غير ولا كان معهم اكلهم وشربهم؟ اكلهم وشربهم ومطبخهم معهم، بس احنا نعزم للضباط. نعم. الضباط والرقبه. نعم. طيب يا حجي، جنود نظاميين عرب وصلكوا او وصل محيط هن هذول من جيش الانقاذ؟ هم فقط هذول. ثوار عاديين ما اجوكوا حجي المدنيين؟ والله ما قلنا غير الله. الله احسن الكل يا حجي. اما لما كان كل ماض تم شعش علينا ويجي. نعم. ودري ويعطينا هيك يعني. لما دشر حسانكم الماض بعث لنا من وادي الطواحين. قولوا لفؤاد انا حسانكم الماض واللي معي الرقب والمساعدين السوريين سحبونا بأمر القيادة، وديروا بالكم. نعم. هذا حسانكم الماض كان يساعدنا وجبنا، والله شو تهتاز وشو هذا، يا ابدا بارود الخير كسرات شيء، هذا يجيب معه الرحبة يصلحوها. بعد حسانكم الماض اجى خراب البيت، انسحب حسانكم الماض بأول نيسان لما سقطت مدينة حيفا. لوين انسحب حج هو؟ على 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 القيادة السورية لهون على الشام، والشام التحق بالجيش واستشهد بزي سمخ رحمة الله عليه، لروح الفاتحة. كل هالمده هو اللي كان يساعدنا، اما لما انسحب خراب البيت اجى. طيب حجي، احنا بلدنا شوف. نعم. احنا بلدنا من المظلومات بفلسطين. رح نحكي يا حجي، رح دير ياسين بعدين بلدنا، بيننا وبين دير ياسين في 10 ايام. طيب هلا بدي اسالك عنه هذا الموضوع بشكل مهم يا حجي، هذا اهم موضوع اسالك عنه. طيب حجي، ثاني مذبح بعد دير ياسين هي عين الزيتون. ما حدا بيجيب سيرتها. هلا رح نحكي عنها ورح نجاب سيرتها ان شاء الله يا حج. حجي، انتو قبل ما تطلعوا من القرية ذهبتوا فزعة او فزعات لقرى ثانية؟ لكان لمين ذهبتوا؟ والله نفزع للي حوالينا، بس ما نبعد عن البلد، خايفين عن البلد مثل ما قلت لك. طيب لمين وين اي قرى رحتوا يا حجي؟ والله على وادي الطواحين، بس حنقطع طريق صفر، اليهود ما يجيوش عليها ولا ياخذوا منا. طيب لما كنتوا تروحوا يا حج، استشهد حدا اثناء الروح والجاي؟ استشهد محمد عبد الرحمن خطاب، واستشهد بدها هذه بدها عاد صفنا عاد. اصفن يا حاج. محمد عبد الهادي اتصاب، جبناه على صور. محمد عبد الرحمن خطاب استشهد. وين استشهد محمد عبد الرحمن خطاب؟ هاي على طواحين؟ لا، بعد عين ستين. نعم. هذول بعد يجوا اليهود بيجوا بدهم بالنهار يعابوا، بدهم
ياخذوا طرش معيشيين للرحلة. طيب حجي، حضرتك تحدثت انه جيش الانقاذ او احسان كمال ماز كانوا قدموا لكم مساعدات، كان في ثوار اخرين يجوا لعندكم حجي يساعدوكم؟ ثوار من ابناء ال؟ ابدا ما حدا ساعدنا من القضاء ابدا. انا بتحداه لا عدا صفت كله. وفي كلام ما بنحكى. ما بنحكى. طيب يا حجي، اذا الكلام اللي بدي احكيه بصير اختلاف، هلا بصير اختلاف. صدق انه بلدنا فاتت على بلد، وهي وهن لما قلعون اليهود بعد انا 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 قعدت 36 ساعة تحت الردم. طيب يا حجي، قبل ما قلنا غير الله رح نسأل عنه هذا الموضوع. صدق انه 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 مي برقوا من بلد من هذا صفات مي ما شاون. لا بدنا ننسى الموضوع هذا، صاروا يضحك عليهم. هذا الكلام ما بالحق. طيب خلص، اذا هذا عيمه خلص اوكي. ما جبت اسم القريه انت حجي. حجي كان في ناس فينا سيئين، وفي ناس فينا جواسيس، وفي ناس فينا كل شيء. احنا كل مجتمع شي. كل شيء كان فيه. طيب حجي بدي اسالك، استقبلتوا لاجئين قبل خروجكم من القريه من قرى ثانيه مثلا؟ بدي يجي على جهنم، بلدنا اسمه جهنم. طيب يا حجي، طيب حجي بنيتوا استحكامات؟ يعني يدوية، أما في بطون وأشياء ما نهر وتراب وكاس تراب. هذه الحفر عميقة حجي ولا؟ يعني شي متر ونص. وكاس رمل؟ كاس تراب. رمل منين؟ تراب يعني. طب حجي، هذه الخنادق كانت مستمرة ولا كانت خندق فقط على قد الرجل يعني؟ هي 9-3-2-3. طيب من أي دائرة البلد؟ كل الجهات حجي؟ اي بس من فوق. من غربة يعني؟ من فوق كنا يعني معتمدين على الجبل فوقينا، داخل الجبل. من أي جهة الجبل حجي؟ أيوخا جاي فوق الأسود الفؤادي هذا العادي. نعم يعني جاي شرق البلد هذا الجبل؟ شمال البلد. هذا من البلاوي اجتنا منه. ما عملتوا هناك استحكامات انتم؟ عاملين استحكامات، انقتلوا المسلحين اللي كانوا فوق، انقتلوا. طيب يا حجي، او نزلوا متصابين. حجي مين اللي خطط لهذه الاستحكامات، انتم ولا الجيش الانقاذ؟ والله احسن كمال ماز. احسن كمال ماز عليه رحمه الله يا حجي. امين. طيب يا حجي، كنتوا تطلعوا مناوبات في الليل؟ دكا والله مناوبات ما في، كلياتنا الرجال بالليل واقفين. نعم. ويجي الصبح عاد لقريب الظهر لنا. طيب حجي، بدون ما نذكر اسماء، بدي اسالك بدون ما نذكر اسماء، في حدا غادر عين الزيتون قبل يعني المغادره النهائيه؟ لا. هيك يعني شرد بالاعتبار. ابدا. كل الناس ظلوا موجودين؟ ابدا. شو قالوا له للشيشك دي؟ نعم. قلنا له منموت سوا منعيش سوا، والبلد ما بنتركها. الدمشة شكلي اجاكوا اكثر من مره حجي على القريه؟ اجانا مرتين، هاي المره الاخرانيه اجا اوعزنا. كان لابس عسكري حجي ولا مدني؟ له لحيه ولابس عسكري وحطه وعقالي وللحيه. كيف كان الرجل اللي يعني معاك وكيف كان؟ والله زلمي يعني يتحروى علينا. نعم. يتحروى يعني شو بده يسوي؟ أوامر. مثل ماكو أوامر. نعم. طيب حجي، بس بالآخر هاي المرة خليني أقول بلدكم ساقطة من فوق ومن الشرق ومن الغرب. نعم. انتبهوا. اطلعوا النسوان الاطفال. قالوا له ما بنطلع ولا طفل ولا مراه ولا زلمه ولا اختيار ولا عجز. بنموت سوا من اي سوا. طيب يا حجي، لم يعني حضرتك تحدثت انه من شهر 11 47 لشهر ايار ولواحد ايار وانتم في مناوشات مع الصهاينة. والله كيف يعني كان تاثير هذه المناوشات على اوضاعكم الاقتصاديه يا حجي؟ أوضاعكم المعيشية؟
يعني صار في شح في الإمكانيات في يعني المواد. لما صار الشح انقضى علينا. في ناس يعني ما تمش علينا ناس تطع الناس صارت. أبدا. بالنسبة لزراعة الحبوب حج والخضار كله تم برضه. ولا طلع من بلدنا شيء. والله غير أنا بقول لك إجوا اليهود أخذوا 39 أسير حملوا في مخزنين عم يحدون للقضاء جمعية تحسين القرى أخذنا منهم المرطين سامع عليك كيف صرنا ناخذ إجا هذا الحكي وأنتم موجودين في القرية حجي؟ يعني بشهر أدار ما هذاك شو كان في عندكم إيش حجي؟ كان عندنا مخزنين قمح نعم ذرة للجنة تحسين القرى نعم حطوه عندنا بالبلد وبعدين انقطع الطريق عننا لا بنقدر نروح ولا نجي الا لما بنروح بالليل نطلع من البلد ونروح على بلد ثاني فاستخدمتوا هذه الاشياء استخدمنا منهم حق يا حجي بعدين التموا لما انسقطت البرد بعد ما شو بعد مخزنين ثلاث مخازن كان أخذوا 39 أسير طيب يا حجي قبل ما نصل له أنا عارف هذا الموضوع إيه؟ عشان نعطيه حقه أكثر إيه؟ بدنا نأخره شوي بس معلش إيه؟ حجي مجزرة دير ياسين قبل 10 أيام من المجزرة اللي صارت في خريتك إيه؟ سمعتوا فيها سمعنا شو كان تأثيرها عليكم يا حجي يعني هل زادتكم إصرار وعزيمة زادتنا إصرار ولا خوفتكم يا حجي لا خفنا ولا شيء قلنا زادتنا انه ندافع مظبوط طب شو اللي سمعتوه عن دير ياسين يا حجي انه ذبحوا ونفتتوه بالبيارة بدنا على وما سمعنا إزاعة القدس شو سمعتوا عن موضوع النساء حجي بقر بطون النساء مثلا بقر وما شو والنسوان عنا لما الله وكيلك هاجمونا بليلتها ثلاث مرات مرة 8 و10 طيب يا حجي انا قصدي لما سمعتوا على الخبر هذا ما خفتوا على نسائكم وعلى بناتكم والله خفنا بس ما النسوان ما يقبلوا كمان ما كانوا يقبلوا طيب حجي بتعتقد انه الاخبار اللي كانت تسمعوها عن دير ياسين كانت اخبار حقيقية 100% ولا كان فيها والله هي تهويل شوي اسمعها من اذاعه القدس نعم طب بشكل عام كنتوا تتابعوا عن الحرب حجي الحرب على القرى الاخرى كنتوا تتابعوها عبر القدس يعني عبر اذاعه القدس عبر اذاعه القدس شو ناس عاد الاخبار ناس تخبر ناس طيب حجي حضرتك تحدثت عن اكثر من هجوم او مناوشات بينك وبين اليهود من شهر 11 لشهر والله أيام والله ما في جمعة غير فيه الهجوم الأخير حجي إمتى كان على القرية؟ الهجوم الأخير ليلة السبت يوم الجمعة ليلة السبت أغلب الهجوم كانوا هذا الهجوم اللي يهاجمونا فيه ليلة السبت أغلب الهجوم كان لما يهجموا علينا يهاجموا ليلة السبت يعني هاجموك أكثر من مرة يوم السبت؟ أكثر من 20 مرة ويوم من أتى من استشهد أخوه كمان بيوم سبت نعم. ليلة السبت الجمعة ليلة السبت كل هجوم علينا كان هيك طيب يا حجي الهجوم الأخير الهجوم بأي تاريخ تذكر آخر هجوم ب29 ليلة 30 أي 29 نيسان نعم ليلة 29 واحد طيار طيب حجي هذا الهجوم حضرتك كنت موجود في القرية وين كنت موجود في القرية حجي؟ كنت بالمترأسة اللي قبل بلد اللي على هذيك جنبها عند هذيك الدور نعم الجنب الغربية كنت في البيت حجي؟ لا برا كان لا ثلاثة أنا كنت مش مداون في البيت يعني في البيت
طلعت لما قامت الهالة طلعت عتمين قاعدين. طب تتذكر عدد المهاجمين يا حجي؟ يعني او تتخيل عددهم؟ اسف اللي هاجمونا يهود شفي لقومي. شفي لقومي؟ شفي لقومي. شو هدول حجي؟ هدول من جماعة من منظمات اليهود هي اللي عن منظمة كانت هي. طيب انا لما انزلك من الحكي نعم انا ما بقدر اعطيك العدد لانه نحن تمينا يا عم من هابط اربع ثلاث مرات هجمونا. نعم وثلاث مرات كنت تصدوهم. ثلاث مرات لما ثلاث مرات صار بده يطلع نهار اذان الصبح كبسوا نزلوا علينا ما عاد بالهاون ولكونا بهالهاون نفوق من هالجبال ذبحونا ذبحتنا الهاوي. نعم عاد فضلت انا واخ الي وابن اخ والراعي وحرات وتنزلنا على التبان لما شفنا اليهود صاروا طلعوا من قدامنا ومن فوقينا ومن طبقنا نزلنا على التبان تحت الارض من شان هيك بقول لك بعرف شو صار بالبلد قديش العساكر اللي انهجمت اما يقال بقولوا حوالي 500 تمن يا سيدي تمن خربوا بهالبلد كل نهار وجابوا الرجال حصرون ببيت والنسوان حصرون بساحة أما الرجال ببيت مش في الجامع حجي؟ لا حصرون في دار جنب الجامع من فوق الجامع. نعم قالوا لهم إذا أي نقر أو أي هجوم بيجي من برا هذا البيت هي حطينا لغمنا يعني هن كمان تحسوا اليوم انه يجوا من صغار من حدا يجي فزعت علينا ما حدا لا حدا مو كله حجي كان ايامها الكل في حاله يعني. كل يعني انت بهاللحظه كنت قادر تروح على قريه ثانيه؟ لا بس احنا اللي سويناه لما صرنا الطريق التحتانية من الوعر هاي قطعناها على اليهود من وقت صار خراب البيت علينا فكروا انه ينزلونا حطوك فروشهم حجي انتوا كنتوا تعتقدوا انه اليهود قادرين على والله بالاول نقول كلاب بعدين صاروا الكلاب احنا سلامتك يا حجي سلامتك وسلامة أهل قريتك والله وينك هاي شوفها هون في صباب وهون وهذا هون قنبلة صجيات قنبلة هون وهون خليها لله خليها لله ما دفعتش وما خبطتش خبطت. طيب يا حجي تحدثنا عن موسم زيت بالمعصرة بالبرميل راح انتهى موسم زيت الله وكيلك انا واخوتي 20 امطار زيت امطار الزيت 100 رطل وقف الموسم لا بيع ولا بعد شنب خمسة وتلاتة 18 راس بقر بالدار حوالي 150 راس معزة وغنم فرسين أصايل أربع كدش جوز حبير والله إذا أنت طلعت شعرة إحنا طلعنا شعرة كلها
طيب حجي، 250 قرش فلسطيني اللي طلعوا بجيبتي هاي يعني. طب حجي انتوا رحتوا نزلتوا على على المتبن، شو اللي صار طيب بعد هيك؟ نزلنا على المتبن يا زيدنا الروز روزانا فيه فيه درج بيطلع على على ثاني شو اسمه على 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 بيت من فوق، وهذا سادين وكاينين. احنا طلعنا مش تمينا بعرب المتبن، فتنا بهذا الدهليز، كشفونا كشفوا التبان. اذا ما بقول لك زدتوا علينا قرابل، زدتوا اكثر من 20 قبله من فوق. ما في بالبرودة اللي معي واللي مع أخوي واللي مع ابن أخوي، ما في غير كل برودة فيها خمس وشكات. قديش انتهت البلد؟ ما عاد ما عاد زيت تتعود. نعم. وشرفنيش أبوه مصطفى ضيال جاي بدهم ينزلوا نجدة، قال لهم عين الزيتون ساق وجعلتني هلا برقيات انه تغلبوا على اليهود ورجعوا اليهود، تغلبوا على اليهود ورجعوا اليهود. هيك بقولوا صفضية. صفد كان فيها اكثر من 15,000 بندقية. صفد مدينة يا رجل. انقتل بقلعة صفد 300 حموي. قد ما هو نجس ابن نجس، اجوا هذا الجيش من جيش القاس كله من حمودية رأسا طلعنا على القلعة، راح انتهوا بالقلعة يوم ساعة الصفد. خيانات لفوق الرأس. طيب حجي، بعد ما ضربوك ضربوا قنابل على على المتبن، ما في حدا ما طلع لا صوت ولا شيء مدشر. عظيم. لما بعد العشاء نصفوا الدار كلياتها. واحنا بهالزلو. نسواننا ما تنام ما تنام عنا احنا بالدار، ننيمها فوق بنص البلد عند اولاد عمامنا. نعم. لان بيتنا احنا على باش بغاز. طب حاجي شو صار فوق مجزرة؟ وين بالبلد؟ بالبلد كيف صارت؟ أخذوا 39. أنتوا كنتوا لما أخذوا 39 وين كنتوا؟ إحنا كنا بالدهليز تحت. عظيم. تتذكر 39 شخص عمي مين هم؟ اللي بتستطيع تعدوا حاجي. من بيت خطاب ستة. من بيت خطاب؟ ستة. مين هم يا حجي؟ محمد ابن اخوي، اخو لفؤاد. نعم. محمد محمد اسعد احمد حسن بيبي. نعم. امين اسر عبد الرحمن. حسن محمد عبد الرحمن. حسن محمد عبد الرحمن خطاب. نعم. خالد محمود خالد خطاب برضو؟ لا حمي غريب. محمد أخو محمد. محمد محمود غريب؟ ايه. وموسى محمود غريب. ثلاث اخوة وسكر البيت. نطلع لفوق نطلع لفوق. حامد حسن حج عبد حامد حسن الشعبي. نعم. إبراهيم الشعبي. إبراهيم الشعبي.
أحمد محمد الشعبي. محمد عبد الله غريب. علي عبد الله غريب. يوسف الحجار. من أين هذا؟ يوسف الحجار هذا عائلة صفدية بس كانت عنا عادة. نعم. يوسف الحجار وعمه يمكن عمه اكتب عمه. عم يوسف النجار. يوسف الحجار. أحمد خليل حميد. هذه العيلة اللي قلت لك راعي البقر راح ابنه اسمه حسن. حسن موسى. حسن موسى؟ حسن موسى ولا ابنه حسن لحسن؟ خلص اكتب حسن موسى. نعم. ايه حسن حسون. من اي عيلة حسن حسون؟ بيت غريب. اسم الولد ما نعرفه اللي اخذه اسمه ابوه مش عاد حسون. الولد ما بعرف ما متذكر له كثير اسم الولد. قديش جماعه ولا شو؟ 17 عمي بس في ثلاثه من دار خطاب. انت ذكرت قلت لي سته هم من دار خطاب. محمد اسعد وامين قاسم وحسن محمد عبد الرحمن. والله ما راح من بالي بس هن كلهم 39 مش الحق. اثنين مش من البلد 37 من البلد. اثنين كانوا ضيوف راح. هذا اللي وهذا اللي فطنهم انا. اما اذا بالليل بقدر بقعدك بالليل بشوف ابين لك اياهم. حاول تقيدهم عمي بلكي عشان مرة ثانية نعمل معك عشان هذا الموضوع. في حدا من دار غريب حجي ما زال حي على قيد الحياة من اللي بسنك أو أصغر منك شوي؟ اللي بسني كله راح. أصغر منك شوي؟ أصغر من لا بسني في واحد بحمص هذا طلع. أولاد أحمد خليل حميدة 4 3 هذول أحمد ومحمد موسى ومحمد وخالد محمود غريب. هدول اولاد هدول غريب كمان 3 واخوه اولاد عبد الحاج عبد الله 2. نعم. طيب دار حميد مين منهم حجي؟ قاسم. قاسم حميد؟ ايه. والثاني؟ هو احمد. نعم. ايه اولاد احمد خليل كمان واحد اسمه احمد وواحد محمد. احمد خليل ومحمد خليل هذول من اي عائله؟ كله حميد. هذول حميد. ايه هي 21 يا حجي.
حسون ثلاثة أجت. إيه. لا اثنين حسون. في ثلاثة في. حسين حسون غريب. حسين حسون. ويمكن محمد شحادة حسون. أحمد خليل ذكرناه. إيه. ذكرناه مرتين. إيه. ام بيت ادريس. نعم. ثلاث اخوه صالح ومحمود واحمد بيت ادريس. الرفاعي في حدا منهم حجي؟ استنى، وفي جميل ادريس كمان. حج دار الرفاعي حدا منهم؟ لا. دار هدبة. دار هدبة. طيب حج خلينا نرجع دار خطاب. انت ذكرت ثلاثة وضايل ثلاثة كمان. طيب يا حجي اذا ذكرت الاسماء لاحقا بنحكيها. هلا قديش اللي صار؟ هذول 24 حجي. بلكي بالليل مروق. حجي ال 39 اخذوهم، وين اخذوهم؟ هذول اخذوهم حملوا القمح واخذوهم. حملوا القمح وين؟ حملوا القمح الموجود في بالمستودعات. نعم. في سيارات عندنا، ما قلت لك عندنا اربع خمس سيارات شحن. نعم. ايه حملوهن واخذوهن على طريق عين ستيم. نعم. شو عملوا معهم يا حاج؟ وال ماذا؟ ما حدا بيعرف لحد هلا، ما حدا. ما سمعتوا شو الطريقة اللي قتلوهم فيها حجي؟ ايه بيت النابلسي ثلاثة. مين هم يا حج؟ محمد وموسى وعيسى. محمد و وموسى وعيسى هذول النابلسي بيت النابلسي. هذول الأنبياء. أبناء مين هم هذول من دار النابلسي؟ بن أولاد إبراهيم النابلسي. ثلاثة إخوان؟ بيت ادريس صالح اللي يمكن قلت لك عليه. نعم. ايه مش ابن محمد علي. ابن محمد علي قاسم وابراهيم محمد علي حميد. والثاني ابراهيم. محمود محمد حميد. محمد محمد محمود حميد. خي 31 واحد يا حجي. حجي لما اخذوهم ليش اخذوا هذول بالذات يعني؟ قال هذول لما بنصير صلح برجع. طب عرفتوا انهم قتلوا يا حجي؟ والله الناس بتحكي اشكال والوان، والله اعلم. شو الاشكال اللي سمعتها حجي؟ ناس يقولوا قتلوهن فوق البلد، وناس يقولوا خلوهن بعد ما صارت الصفات قتلوهن، وكل من بيحكي شكله.
بس الحكي الأقرب شيء الأقرب شيء بالسنابر هون بالجولان، كان المختار تبعنا تبع بلدنا إبراهيم عبد الرحمن، كان هاي البلد على الحدود، ويجي هذا غسان جديد يشرب عنده قهوة العصر، يجي قال له معك خبر أنا بالهدنة، حطوني بالهدنة وبدنا نروح على سفر ننسق أنا وضباط يهود، قال له هيك 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 القصة. لما اجتمعوا بصفهد فتحن وفي ضباط من الهدنة من الأوروبيين، إيه سأل واحد ضابط مقدم شو مانو فردمان، قال له هيك هيك القصة، إيه ومن بيت الشعبي حسين الشعبي وحسن الشعبي، حسين محمد الشعبي وحسن محمد الشعبي. قال له هدلون اللي قبل 15 أيار لا تسألني عليهم لأنه كانت عصابات وما بنعرف شو صار شو سووا فيهم. ليه تعالوا هذا كان جواب عقيد يهودي بصفت. قال له هيك هيك قال له هذا عصابات وما بنعرف شو هالعصابات كانت تسوي. طيب يا حجي لما راحوا اخذوا 39 شخص شو عملوا بعدين باقي ابناء القريه شو صار فيهم؟ ابناء القريه قالوا لهم بعد نص ساعة اللي بنوجد بالقرية يقتل سواء المرأة أو الذنب. يلا أطلقوا النار بالهواء حجي؟ لا ما لما دشروها قالوا يلا نص ساعة قال لي وتاني يوم لقوا اثنين قتلوهم. مين هم يا حجي؟ رشيد خليل الشعبي. نعم. وحامد حسن الشعبي. ايه ومرعي الشعبي اكتب مرعي محمود الشعبي واسعد نمر الشعبي بقول لك بعرفهم انا بعرفهم يعني لو صاحي كنت بعد التلك. هاي صار 36 يا حاج. صاروا 36 ايه بعد واحد يمكن بعد هذا من بيت حميد الله العليم ما اسمه محمود. طيب حجي انتوا شو صار مصيركم حجي وانتوا تحت؟ احنا مصيرنا يا سيدنا تقريبا الساعة 12 بالليل كد ما عاد ولا حس سحبنا هانا نقضنا عن حالنا وطلعنا رماد القرية رماد؟ رماد دارنا والدور اللي حواليها كلها رماد واحنا ماشيين تهنا بين هذا انا نفدت بطريق واخوتي ابن اخوي والحرات والراعي وهذا نفد بطريق وانا والراعي نفدنا بطريق قعدنا ندور على حالنا هنا بالبلد. نعم اجوا سمعنا واحد قال مين قف بدري شو انت بينا ننزل من عند اللون وتنوم أتين ملاقيين واحد كمان كان متخبي هو المختار إبراهيم عبد الرحمن الخطاب كان متخبي النسوان والرجال مرقوا ببلد
قلت لك ايه وما شربوهم مي صدق صاروا يا بدكن تجيبوا الوطن على رمس البواريد يا صباح الخير عليكم حجي بدنا ناخذ استراحه ونتابع حديثنا الطيب مع حضرتك ان شاء الله.